كريم مشاهدينا الأعزاء والسامعين الكرام، ننطلق مع هذا الشوط بعد أن نقدم التهاني مرة أخرى لحمدان بن سعيد بن يابر على فوز حظ بالكأس المفتوح، الفوز اللاغريب على هذه البكرة وهذا الشعار من خلال المشاركات السابقة في هذا الموسم، خاصة حيث حققت المزيد من الرموز. والتحية لكل إخواننا في نادي الشباب هناك. ينطلق شوطنا الثاني حاملا نخبة من الإبكار الأصايل مشاهدينا الكرام، المحليات لأبناء القبائل على كأس مكتوم بن راشد طيب الله ثراه، كأس غالية من الكؤوس اللي يضعها ختام المرموم 2014 هنا في هذا الميدان في تحفة ميادين السباق. في وقت من خلاله نرحب بسمو الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، حيث جاء حياه الله هنا لحضور منافسات أبناء القبائل في هذا اليوم وقمة الثنايا وكؤوسها ورموزها وأشواطها. مرحبا بكم جميعا أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة والأخوات عبر قناة دبي ريسينج والقنوات الناقلة لهذا المهرجان مباشرة على الهواء. انطلق هذا الشوط ليحمل لنا 9 أسماء وهي كالتالي: داهش للسيد ناصر بن عبد الله المسند القادمة من دولة قطر الشقيقة، والشاهينية لسعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي، ومياسة لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، خيرة لأحمد بن غانم بن حمودة الظاهري، هناك مشاركة أيضا لفرحة لنجم المواسم محمد بن زايد بن محمد المنصوري، وهملوله لسعود بن صالح بن قمرة النابت المري من دولة قطر، وأثير للسيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي، وهناك مياسة لعلي بن حليس بن سعيد الاعفاري. مقدمة هذا الشوط مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام مع داهش اللي خذت المركز الأول باحثة عن كأس مكتوم بن راشد في هذا الصباح، محتلة لمقدمة الشوط، مسيطرة على زمام الأمور ومركز الشوط الأول. أغلى المراكز وأحبها وأقواها رمزا وجائزة وناموسا وتحتل داهش للسيد ناصر بن عبد الله المسند. ناصر بن عبد الله المسند مشاهدينا الكرام هي من تحتل مقدمة الشوط وتأخذ المركز الأول قادمة من الدوحة لتبحث عن هذا الرمز. المركز الثاني الملاحقة من قبل أثير، وما أحلى الأثير أيها الأخوة والأخوات مشاهدينا الأعزاء، أثير للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي، أحد الشعارات اللامعة في عالم السباق والمحققة للكثير من الرموز، يأتي بتاريخه المشرف. جاء أيضا نجم المواسم على ظهر فرحة يضع الشعار في كأس الأصايل المحليات، هجن الدار، الهجن الرهيبة والعجيبة، هجن التحمل والإصرار للسيد محمد بن زايد بن محمد المنصوري في المركز الثالث، وهي فرحة نقلة على المركز الرابع لنرى مياسة تحتل المركز الرابع. عنزان بن محمد النعيمي يا سلام، مرحبا يا ابو محمد فيه، ومقول له بنطول الغيبات جاب الغنايم. عنزان اعتاد على ان يخطف الكؤوس حتى من زمن وايام ميدان نادي الشبا درة الميادين، يا سلام ضيف من دولة قطر الشقيقة، لكن اللي انتقلت من المركز الخامس الى ثالث المراكز مباشرة هي خيرة للسيد احمد بن غانم بن حمودة الظاهري مشاهدينا الاعزاء، حيث ان المركز الرابع اصبح من نصيب فرحة السيد محمد بن زايد بن محمد المنصوري. خامسا قلنا لكم القادمة من دولة قطر الشقيقة مياسة، تحمل سلالة مياس ايضا للسيد عنزان
بمحمد بن عزان النعيمي. هذه المراكز الخمسة مشاهدين الكرام، بل النجوم الخمسة المنطلقة والمشاركة على كأس مكتوم بن راشد، طيب الله ثراه الخاص بالثنايا بكار الأصايل المحليات. هناك أسماء لم يحن موعد دخولها حتى الآن، انتظروا مفاجآتها وانتظروا دخولها في وقت الدخول ووقت اللحاق بركب المقدمة. داهش يا سلام يا سلام يا داهش المدهشة، داهش المدهشة تعطينا وتعطينا شيء من الدهشة بانطلاقها وعرضها وانفلاتها في مقدمة هذا الشوط للسيد ناصر عبد الله المسند، أحد المشاركين دائما في أشواط الرموز، ولا بل أحد الخاطفين للرموز في كل المشاركات، علم من أعلام هذه الرياضة، كما أيضا بن حمود. يا سلام يا سلام، نجومنا أبطالنا شبابنا ملاك الهجن اللي نالوا الشرف بالفوز بالرموز والسيوف متواجدين اليوم في هذا الشوط، الشعارات كلها متواجدة، نالت شرف الناموس برموز سواء في التاريخ أم في هذه الموسم. الله، داهش في مقدمة الشوط للسيد ناصر عبد الله بن أحمد المسند، قادمة من ميدان التحدي مشاهدينا الأعزاء، حيث التحدي والقمة والإصرار والبحث، حيث تلألأ مجسم برج خليفة يوم الأمس، قادما من هنا من عرس الختاميات من ميدان المرموم تحفة ميادين السباق، متجها إلى الدوحة مع شعار هجن الشحارية القادمة باسمي ولا، ومع العملاق سلطان بن محمد لهيبي. يا سلام، المركز الثاني، نعود إلى خيره والخيرة فيما اختاره الله يا خيرة، خيرة في المركز الثاني حاضرة بثقلها بقوتها للسيد أحمد بن غانم الحمودة الظاهري، اللي انتقلت من المركز الثالث إلى المركز الثاني واللي تبغي لها متابعة، وانتظر المزيد من مفاجآت هذا الشعار اللي لا تغيب عنه الشمس، شعار سيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، وهي أثير تثير الفتنة في مقدمة الشوط، تثير الفتنة، داهش وأثير. يا للدهشة يا أيها المشاهدون، إنها دهشة وإثارة في مقدمة هذا الشوط مع هذا الشعار، مع هذا الشعارات الممتازين في المقدمة. بدأت المعركة، خلنا نقول بدأت من هذا الموقع، من هذا المكان، كأس المحليات من حزامات الغابات ومواقعها، بدأت المعركة على الكاس، على الكاس، 3 كيلومترات 5 قطعا، لا تتحسبون خلاص يعني الخمسة هي الثقيلة، بل ما تبقى هو الثقيل، هو الموت الحمر. الله، شوفوا داهش في مقدمة الشوط للسيد ناصر عبد الله بن أحمد المسند، قادمة من الشحانية، وهناك ممثل مرغم راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، مقدما أثير بأثيرها الجميل والغناء، وأيضا في المركز الثالث خيرة، خيرة القادمة بمعنوياتها العالية وتاريخ شعارها الشرفي الكبير لأحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. نعود ونرى فرحة، أين الفرحة يا أبا زايد؟ أين الفرحة يا أبو زايد؟ حرك هذا الشعار، الكل يعتاد مع هذا الشعار على خطف الرموز، محمد بن زايد بن محمد المنصوري قادمة بفرحة في المركز الخامس، تأتي هملولة سعود بن صالح بن حمد بن قمر المري، أهلا بالسندباد، جاء السندباد، وصل السندباد القطري، المسافر دائما والمغادر دائما بالناموس في كل المكانات. الله، اتجهنا اتجاه سليم إلى خط النهاية وإلى منصة ميدان المرموم تحفة ميادين السباق، ذكي ميادين المنافسة هنا في هذا الموسم 2014. فرحة وداهش، داهش، يا للدهشة ويا للفرحة في داهشي وفرحة، وأيضا خيرة، الخيرة عند الله، الخيرة عند الله. بنشوف صاحبة كاس الوثبة قادمة اللي خيرة، اللي محتلة المركز الثالث، تحمل رمز قادمة هذا الموسم بالذات بحملها لرمز الوثبة عاصمة ميادين السباق، كما أطلق عليها الأستاذ عبد الرحمن أحمد أمين، فقادمة بكأس الكؤوس هناك. يا سلام يا سلام، خيرة، داهش، فرحة، أثير، يا للأثير هنا على هذا الأثير وعبر الأثير 1800 متر على خط النهاية، أثير السيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، قادمة إلى الكأس، قادمة إلى كأس المحليات،
الأصايل الهجن القوية والصبارة والجبارة في الظهر وفي النهار وتالي النهار. يا الله يا الله أثير في موقع الكاس للسيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن قدير، لكن لا تزال داهش لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند القادمة بكل قواها وعزمها. وفي المركز الثالث خيرة راعية الكاس في هذا الموسم عند الأمر والخيرة عند الله قادمة للسيد أحمد بن غانم بن حمودة الظاهري، وصل عملاق المواسم محمد بن زايد بن محمد المنصوري قادما مع الفرحة. فرحة، هل تكتمل الفرحة يا أبو زايد؟ جماهير هذا الشعار بالانتظار 1200. يا سلام يا سلام يا سلام، معركة طاحنة على كأس المحليات على أرضية ميدان المرموم ما بين أثير وداهش وخير وفرحة، ونحن في أثير رهيب وعجيب وغناء وفي دهشة رائعة وفي خيرة من الله إن شاء الله وفي فرحة كبيرة لا توصف. انطلق ممثل مرغم، انطلق ممثل مرغم أحد ممثليها العمالقة الأبطال نجوم الرموز يبحث عن كأس المحليات، لكن لا يزال الموقف خطير يا أبو راشد، لا يزال الموقف خطير يا أبو محمد، يا راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. الموقف حساس وخطير للغاية. في المركز الأول أثير، أثير باحثة عن كأس المحليات لأبو راشد لتهدي، ولكن راعية الكأس قادمة، راعية الكأس قادمة، وأيضا داهش قادمة، خيرة وداهش قادمات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله يا بغدير حرك حرك أثير، حرك أثير الباحث عن الكاس، الباحث عن كأس المحليات، هجن الدار، هجن الاستقرار، هجن العطاء والاستثمار. سلام يا مرغم، نقول ولا ما نقول؟ سلام ولا ما نقول يا أبو راشد؟ بشرنا، لا زالت الأمور خطيرة. خير خير خير، أثير أثير أثير، كأس المحليات، كأس المحليات. سلام يا مرغم سلام، تهانينا يا أبو راشد، ترشيح سيل بن غراب، تهانينا يا أبو سلطان. سلام يا أخواننا يا أشقائنا يا أحبائنا في مرغم، في مرغم تهانينا لأحد العمالقة في عالم السباق، الرمز الثالث في تاريخها في هذا الموسم يتحقق مع أثير. تهانينا نزفها على الهواء مباشرة للسيد راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير. في المركز الثاني داهش للسيد ناصر عبد الله بن أحمد المسرد. في المركز الثالث خيرة للسيد أحمد بن غانم بن حمودة الظاهري. فرحة في المركز الرابع للسيد محمد بن زايد بن محمد منصوري. في المركز الخامس نتجه مشاهدين الأعزاء مستمعين الكرام مع ناموس أثير وعبر الهواء مباشرة وعبر الأثير في كل مكان. انطلقت أثير مع شوط الأصايل المحليات لتخطف الكأس بكل قوة وتزفها لأحد عمالقة هذه الرياضة وهو محمد بن راشد بن حمد بن غدير، نجم من نجومنا ونجوم الأصايل في كل مكان، ليأتي راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي مشاهدين الأعزاء مسمى ناموس هذا الصباح، ليطلق لأخواننا في مرغم تحية صباحية عجيبة رهيبة وتوقيت مميز 12 دقيقة 39 ثانية وخمس أجزاء من الثانية في لحظات إعادة وصول أثير واختطافها لكأس مكتوم بن راشد طيب الله ثراه عبر الهواء مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية وعبر العديد من القنوات بقيادة دبي ريسنج الناقل لهذا المهرجان. المركز الثاني جاءت داهش للسيد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسرد من دولة قطر الشقيقة لتحقق المركز الثاني، نقطة ذهبية مميزة توقيتها 12 دقيقة 41 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لأشقائنا هناك أهالي ميدان الشحانية والدوحة. المركز الثالث خيرة أحد بطلات هذا المهرجان أيضا وهذا الموسم للسيد أحمد بن غانم بن حمودة الظاهري، تهانينا والناموس له وتوقيتها لمسافة 8 كيلومترات هو 12 دقيقة 41 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء. أحيل المك